إبراهيم غيث رئيس أعلام الهيئة الطبية في بلدتي مضايا وبوقين. تتعرض البلدتي يوميا لقصف همجي من قوات النظام وميليشيا حزب الله اللبناني بقذائف الهاون وقذائف المدفعية وقذائف الار بي جي وقذائف البي 10 والرشاشات الثقيلة والرشاشات المتوسطة. تتوافد يوميا إلى القبو الإسعافي عدة إصابات، ومنها اليوم إصابتين وشهيد. الإصابات التي تتوافد إلى القبو الإسعافي لا نقدر أن نعطيها إلا إسعافات أولية ومسكنات آلام فقط لا غير. نعاني نقص حاد وشديد في المستلزمات الطبية والأدوية المستلزمة لهذه الحالات.